بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من كلمتين ونص. زي ما قلت لحضرتك، في الحياة كل شيء له ثمن وكل شيء له ثمنه، وساعات انت مثلا بتيجي تستهين بالناس أو بيدور فلان أو بيدور علان. الحياة ربنا يجعلها نوع من التكامل، اللوحة فيها قطعة بازل كبيرة وفي واحدة صغيرة. حضرتك في لما تيجي تلعب في البازلز دي والحاجات دي وتركبهم جنب بعضهم، ممكن الحتة الصغيرة اللي فيها نن العين لو مفقودة تطلع اللوحة وحشة، لأن الحتة صغيرة قد كده بس تيجي على نن العين. أو تخيل مثلا الحتة اللي في البازل وأرنبة المناخير دي مش موجودة، تخيل الشكل ده يبقى جميل قوي قوي وبس مفهوش الأرنبة دي، مع أن بتاع البازل قد كده. ليه؟ لأن ربنا خلق الحياة متكاملة انتجريتد في بعضها، وربنا جعل الناس فوق بعضهم درجات وعشان يكملوا بعضهم وعشان يتعلموا، وده يعرف ده وده يفهم ده، وشعوب وقبائل لتعرف، وابيض واسود واحمر وازرق واخضر وعربي وانجليزي وفرنساوي وبرازيلي واسباني ولاتيني وهندي وبندي وسندي وبندي، كل ده كله ليه؟ لانه يعني الحياة موزايك، الحياة فيها حاجات كتيرة جدا جدا جدا. وبعدين انت كنت تشوف الصيني تتريق عليه تقول عينه ضيقة، الياباني وتشوف الصيني تقول ايه ده كلهم حتة واحدة، ده كلهم اخوات ماوت شوتينج، كلهم عيلة واحدة المليار وكم شوية دول. وبعدين ربنا يقول لك لا يسخر قوم من قوم. تيجي مثلا في البيت حضرتك تقابل حد مثلا وانت على قهوة ولا حاجة تقول له انا الدكتور فلان، ويقول لك انا الأسطى محمد السباك، تقول له سباك ايه؟ لحد ما الصدف تسوقك في يوم من الايام والسباكه تعطل في البيت عند حضرتك، صح؟ تعطل عندكم، صح؟ عطلت عندي مره زمان. فلما تعطل عند حضرتك السباكه والبتاع بقى يضرب في الحوض بقى بالصلاه على النبي، والمدام تقعد تصرخ فيك، ساعتها هتفتكر عم محمد اللي انت كنت بتلعب معاه دورين طاوله فين؟ على القهوه، او بتشرب معاه مثلا كوبايه شاي، او بتشوف الماتش بتاع الشامبيون ليج يعني. فتفتكر تقول يا نهار ابيض، طب الراجل ده هجيبه اقول له ايه؟ هجيبه بانه وش؟ هنزل القهوه دلوقتي وينزل يقول لي كذا وبتاع ومش عارف ايه، لان انت حضرتك ما عملتش حساب انه هذا بني ادم دي شغلته هو سباك وبيقضي وظيفه في الحياه مهمه جدا. حضرتك لا متصور نفسك ان انت الدكتور المهندس الاستاذ المخرج الاعلامي لا بلا 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 بلا، السباك ده حاجه عظيمه جدا جدا، ولولا السباك لهدمت الدنيا كلها. ده بتحصل فتن كبيره جدا في البيوت، يا عم عامل لي سباكه مش عارف ايه وبتاع. الحكايه دي ليها حكايه كانت لطيفه قوي. حصلت في يوم من الايام سفينه من السفن الضخمه عطلت، وبعدين قعدوا يحلوا فيها، ما قالوش فيها، نزلوا اعلان صغير كده سفينه فيها كذا عطلت، فيها عطل كذا كذا. المهم اتصلوا، فواحد اتصل بالناس دي قالوا انا مستر مكملن، انتم بعتين على هي السفينه فيها ايه بالظبط يا ساده؟ فقالوا له والله احنا كنا بنعمل كذا وحصل كذا. قال لهم طيب انا جاي خلال ساعه. وصل الراجل بص على السفينه، شيك عليها، بص على الحته بتاع، فتح البتاع الغطا في ايه، تك تك تك، طلع العلبه بتاعته، قام مركب مسمار وقام ربطه وخلص. دور يا ابن السفينه، السفينه بالصلاه على النبي ايه دارت، حسابك كام يا اسطى؟ بيقول له يا اسطى طبعا حسابك كام يا اسطى؟ قال له مستر مكملن، قام مطلع الفواتير دفتر الفواتير وكاتب له 15,000 دولار. اه ماي جود كريزي، 15,000 دولار، انت فاهم ايه يا راجل حرامي؟ قال له بسيطه نفكها تاني. هم ما شافوش هو عمل ايه، هو راجل خلص في 5 دقايق. لا 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 خلاص خلاص احنا عايزينها تمشي. حضرتك هم عارفين ان السفينه ما تقدرش تمشي الا بالتصليح، لان عطلتها دي تكلفها ملايين. بس الغشيم اللي بيحاسب مستر مكملن عاوز يحاسبه على وقته. وقت مستر مكملن مش ان هو اشتغل بايده وشحم السفينه وقعدته بتاع 10 يا اسطى، امال ايه، وجاب الجهاز اللي بيجس السفينه. لا لا لا، خبره عم مكملن انه بيعرف في السفن، الخبره دي بتترجم بفلوس. حضرتك مش ضروري يقعد يشتغل فيك ساعه، زي ما واحد مره كنت بعمل له عمليه وتر، وبعدين ناس طيبين يعني هتعملها لي بكام؟ الله يا عم يعني اسال بره في الوزاره. ايه ده ايه ده 50 جنيه كتير، ده وتر صغير قد كده، امال لو كان وتر كبير كنت هتاخد كام؟ ينفع كده؟ كل واحد له قدره وكل واحد له حقه، ما تفاصلش يعني.
والخبرة بتاعتك اللي انت بتعلمها في خبرات تانية موجودة صغيرة قليلة، لكن كل شيء له ثمنه، وكل شيء في الحياة دي صغير كبير هو اللي بيديها معنى. واشوفكم بكرة ان شاء الله في كلمتين ونص.